باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عم نرفع الذبيحة الإلهية لراحة نفس المرحوم فرحات نعيم فرحات. نتقدم من زوجته وأولاده وعائلته وكل يلي بينتسبوا له بدرجة القرب بالتعازي، ربنا يرحمه ويستقبله بين الملائكة والقديسين. كما وبهالأحد عم نصلي ونرفع الذبيحة على نواياكم جميعا، بالأخص كل يلي بيحملوا اسم يوسف، يوسفية، جوزيف، جوزافين، أي اسم علق بالقديس يوسف. كما ومنصلي على نية المرحوم عادل نازو، إن شاء الله ربنا يقبل نواياكم جميعا. ما في بيت بيخلى من اسم يوسف، جوزيف أو جوزافين، وإذا خل البيت من هالاسم بيبقى الرجال بقلب البيت على صورة مار يوسف، ربيب الرب يسوع. فعيد مبارك لجميع يلي بيحملوا اسم القديس يوسف أو يلي ما بيحملوا اسم القديس يوسف، لكل بي موجود بيناتنا، إن كانوا أحياء الله يقويهم، وإن كانوا موتى ربنا يرحم. إنجيلنا اليوم يا أحبة عنوانه أما ميلاد يسوع، هذا بالظاهر. أما بالمضمون بقلب الإنجيل في عنا إشكالية أخرى، هي الإشكالية ماري كونسبشن، الحبل يلي العذراء مريم حصلت عليه. مع القديس أفريم السرياني منصلي ومنقول بقلب ترتيلة أرسل الله، خرج منها كما خرج من القبر شبه ضوء لاح، لا بالأوجاع ولا بحضور قوابل. فإذن إشكالية الولادة محلولة، إنما إشكالية الحبل بعد موجود. كيف يوسف يلي هو قديس، ولو كان قديس كان عم يطرح أسئلة، كان بحاجة إنه يفهم، كان بحاجة إنه حدا يجاوبه على السؤال. So ما تخافوا، even saints has doubt. إذا أنتوا عم تسألوا ما تأمنوا بلا سؤال، لأنه الإيمان بالعاطفة، الإيمان من دون عقل، هو تطرف extremist. فيا أحبة حتى القديسين، وهذا المثل مار يوسف، لو قبل وطاع كان عملنا مشكلة، لأن كلنا صرنا نحن اللي بنطلع قديسين منطيع على العميان وبنمشي. لا، بدنا نفكر، بده يكون إيماننا في تفكير. ماري she wasn't a single mom، كان في عائلة ربي فيها يسوع، كان معها البارتنر يلي هو مار يوسف، ولكن مش بالمعنى الكندي هون مثل ما بتاخده لبعيد. شو معنات بارتنر؟ ما كان في بيناتهم علاقة. زكريا خاف لما ظهر عليه الملك، والعذراء مريم اضطربت، أما يوسف بالحلم ما اضطر الملك أنه يروي يقول له ما تخاف. بس في عنا ثلاث مطارح بقلب الإنجيل بيحكوا عن مار يوسف، وثلاثاتهم فيهم حلم. الحلم الأول هون، خذ مريم، قام من النوم وطاع وأخذ مريم إلى بيته. الحلم الثاني، قوم هروب على مصر، رح بيقتلوا الطفل، هيرودس أمر بقتل كل الأطفال يلي تحت عمر 5 سنين. رجع كمان حلم ثالث، خود الطفل ورجع إلى أورشليم، لأنه مات هيرودس ما عاش في خطر، رجع بالطفل. ثلاث مرات هالحلم منه وهم، تيأكد لنا الإنجيلي بتأكيد ثلاث مرات إنه الله تدخل على قدر ما الإنسان المنتظرينه الطفل يسوع مهم، أحداث السماء مفتوحة والملائكة ظاهرة والحدث كتير مهم. فإذا هذا الحلم تأكد ثلاث مرات، وثلاث مرات يوسف قام من النوم وطاع ومشي، وبالتالي عم بيقلنا هذا الإنسان يوسف هو رجل بار. البرارة بتكون إنه أمشي مثل ما الله بيوجهني بالحلم أو باليقظة. ولد لنا ولد، أعطي لنا ابن، فصارت الرئاسة على كتفه. هيك منصلي ومنقول. ليش؟ لما الملك بمملكة بيطلع عاقر سنة سنتين بيتجوز ما عنده ولد، يعني ما عنده وريث، يعني صارت المملكة بخطر، لأنه رح يجي غريب يملكها، رح يجي حدا يستعمر هالمملكة ويخدها. فالناس بتعيش بقلق، الملك بيعيش بقلق. عيد هيك كانوا بالعهد القديم يحاولوا يجوزوه أكثر من مرة، مهم يأمنوا أنه يولد لإله صبي. ليش الصبي؟ لأنه هو
على كتفه تكون الرئاسة. He will carry on. هالحكم هو ناس بيصيروا مطمنين لأنه بيعرفوا مين الملك ومين ابنه، مش حدا غريب بده يجي. وبالتالي نحن كمؤمنين ومؤمنات لما منقول أعطي لنا ابن، قالنا الإنجيلي رح يولد لإلك ذكر ابن، وبالتالي نحن شعب الله من خاف، الله ما تركنا وملكه يدوم إلى الأبد باستمرار ابنه يسوع المسيح. مملكته ما رح تسقط وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. رح بختم مثل كل سبع أحد هول اللي مشينا فيهم بتفسير ليتورجي. حكينا بأول أحد عن المبخرة، ليش السلاسل وليش شكلها هيك. حكينا عن هندسة المذبح الدرجي والأناطر الثلاثة. حكينا عن الزياح يلي الأولاد مشوا وراي مش قدامي، بيمشوا عادة قدامي بالشمعة نحمل الإنجيل، ليش منزيحوا بالكنيسة. حكينا عن حركات الليتورجية، ليش منوقف ومنقعد ومنفتح إيدينا. اليوم رح أحكيكم عن جملة من أولى ثلاث مرات بالقداس، هي إذا في حدا من الشمال بيناتنا هون بيلفظوا الأو مزبوط، مرحبا من السرياني مرحوبو، هذا السلام يلي منعطيه نحن لبعضنا البعض، نقول له الواحد مرحبا، مور السيد حوبو الحب إله المحبة، هيك بنسلم على بعضنا البعض. أما بالليتورجية بقلب القداس عنا ثلاث مرات شلومو العيدتو واليلدي، شلومو عليخون السلام لكم، بتجاوبوا الكاهن ومع روحك. ليش منقول هالجملة هاي؟ منقولها ثلاث مرات بقلب القداس. منقولها قبل الإنجيل، قلكن السلام لجميعكم وبقرأ الإنجيل، بقلكن السلام لجميعكم وبستدعي بركة ربنا تحل عليكم، وبقلكن السلام لجميعكم قبل ما أبعتكن خارج الكنيسة إلى قبل الختام بالرسالة. سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم. لما ظهر على زكريا قال له ما تخاف السلام عليك. لما ظهر على مريم العذراء قال له السلام عليك. وكل مرة بده يكون في تدخل إلهي حتى بقلب القداس بدنا نقول السلام عليكم، السلام معكم، سلام معكم قبل ما نقرأ كلمة الله النازلة من السماء الإنجيل، السلام عليكم قبل ما نستدعي الروح القدس ونبارك الشعب والحاضرين، والسلام عليكم قبل ما نطلقكم تخرجوا من الكنيسة بالقدس. هيدا كان تأملي بهالأحد. And I had the privilege also to accompany all فرحات family member in Ontario between the years 2007 to 2017. And I witnessed that family of فرحات. They kept always family and faith. They were the most important aspect of their life. Mr. Farhat had a deep involvement in the Maronite Church, and the Lebanese community always brought him much joy and pride in his heritage. I hope the family will carry on that joy and pride to be truly and always involved in the Maronite Church, faith and Lebanese heritage. For generations to come, may he rest in peace, and may the Lord reward him for all kindness and all good he did to everyone and everywhere. Inshallah, Rabbna bibarik alaykum, yirham khayna farhat, wa yatina ahad mubarak lil jamia. Amin. Nu'min.